كل هذا ما عندك عزيمة مختار؟ هدول من شان خطبة بنتي. ايش خطبت بنتك مختار؟ ابو صياح خطب بنتي لابنه صياح، واليوم رح نرد لهم خبر انه اعطيناهن، وهي الضيافة كلها عم جهزها شنو بجوز اليوم المساء نكتب الكتاب. هذا الخبر بيفرح، روح بجاه النبي الله يتممها على خير. بسرعة روح جيب الاغراض. براسي مختار، الف مبروك. مع السلامة. يا ميت اهلين وسهلين اخي ابو صياح، يا ميت اهلين وسهلين بصياح. تفضلوا تفضلوا مدوا ايدكم. يا كريم مد ايدك ابي مد ايدك. نحن اعطيناكم اذا الله اعطاكم. ونعم بالله. اصبح اليوم المساء بعد العشاء بنجيب الشيخ وبنكتب الكتاب ان شاء الله. هي احلى كاسه شاي لاحلى عمي ابو صياح. شرف عمي شرف. الله يسلم الديات. شرف يا عريس، ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك يا سعد وتسلم. شرف مع المين؟ يسلموا يا سعد. صحة وهنا. الله على هالشيخ. يا طيبين والله. مد ايدك صياح، شبك خجلان؟ تفضل. لا يا عمي بيتنا وعز، الله يخلينا اياك. اهلا وسهلا. شو بك صياح؟ شو بك ابي؟ بصريني. شو بك ابي؟ شو بك؟ بصريني بصريني. ابي؟ صياح؟ شو بك يا ابي؟ ابو صياح؟ ابو صياح رد علي يا ابي؟ لك يا ابي؟ ابو صياح خير يا صياح؟ عمي ابو صياح؟ ابو صياح شو بك؟ ابو صياح؟ يا ابي كرمال الله شو بك يا ابي رد علي؟ عمي ابو صياح؟ لا قوة الا بالله. شو صار يا عظيم؟ ابو صياح؟ أنا رايح أجيب الحكيم يا جماعة. يا أبي يا أبي. آخ أضرب عليك يا بنتي، يعني لما أجاها عريس مثل العالم والناس قامت أبو للعريس. شو بدنا نساوي هيك؟ الله رايد. لا اعتراض على حكمك يا رب العالمين، بس والله أنا تضايقت، يعني جاي على بالي أفرح فيها بقى. رح تفرحي فيها إن شاء الله وتشوفي ولادها كمان إن شاء الله يا رب بإذن الله. إيه لك المشكلة هي عم يجيها عرسان بس ما فيهم ولا واحد بفش القلب. الله يبعث لها نصيب حلو ويجبر بخاطرها يا رب. آمين آمين يا رب العالمين. يا مو خلص 40 أبوك الله يرحمه، وبدي إياك بقى تلتفت لحالك وحياتك. ليش بني يا مو؟ هي رجعت على الشغل وفتحت البوايكية. إيه يا مو هذا مو قصدي، أنا قصدي مشان خطبتك. أعوذ بالله يا مو، شو هالحكيات؟ أنا لا يمكن إني أخطب ولا أتجوز إلا بعد ما تمرق سنة على موتة المرحوم أبي. شو هالحكي يا ابني؟ ولك يا أمي اللي ميت هو أبي مو واحد غريب. بس أبوك الله يرحمه كان منى عينه يجوزك ويفرح فيك، بس هي إرادة رب العالم. الله يرحمك يا أبي. الله يرضى عليك. بتروح اليوم لعند أبو عزه وبتحكوا مشان كتب الكتاب. ماشي أمي ماشي، وإن شاء الله أول ولد بيجيني سمي على اسم المرحوم. الله يرحمه. تعيشي وتترحمي، سمعينا الفاتحة على روحه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. آمين. الله يرحم ترحمك يا أبي. آمين. عمي أنا جاي أكمل الشيء اللي بلش فيه أبي الله يرحمه. الله يرحمه ويحسن إليه. تعيش وتترحم. معناتها اليوم إن شاء الله بعد صلاة العشاء بجيب الشيخ وبنكتب الكتاب إذا الله راد. زنولنا يا جماعة بالإذن. ما بتروح لتشرب شاي؟ إن شاء الله الأيام جاية، بس وحياة عيونك عندي حمولة عدس وحنطة ولازم أرجع البوايكية. الله يرزقك ويوفقك. اللهم آمين جمعا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا عمي صياح الله يرحم بيك. تعيش تعيش تترحم يا الله. السلام عليكم. عليكم السلام. سعدو مرني مختار ملي كاسة شاي. على حالك مختار. واتفقنا اليوم انه نكتب الكتاب بعد صلاة العشاء. ألف مبروك ياما، يعني ما بتتصور قديش أنا مبسوطة إنه بدي أفرح فيك وجوزك قبل ما أموت. عيلي الشر عنك. الله يرضى عليك. الله يخلي لي إياك يا رب. ها يا صياح البوايكية عم تحترق. يا لطيف
لطيف ولي على قامتي ان شاء الله. شو هالمصيبة هي يا ربي؟ دخيلك يا ربي يا ربي، دخيلك يا ربي تتلطف فينا يا رب. عن جد يا ابي؟ ايه عن جد يا ابي. انتوا لا تعذبوا حالكم نهائيا، انا رح وصي على الاغراض كلها من السوق. لك الله يخلي لنا اياك وما يحرمنا منها. الحياة مقدار الحياة، وقديت صياحة بتحتنا والنارك لتحمولة. خير ان شاء الله. لك يبعت لي قتلي انا، لك يبعت لي قتلي على هالحظ، لك يبعت لي قتلي على هالحظ. لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي، دخيلك يا الله، دخيلك يا الله. اعوذ بالله، انا ما بدي شيء منك بختار. لك انت خسرت كثير بحرق البوايكيه. بس الله ساترها معي، معي مصاري بقدر اشتري بضاعه وصلح البوايكيه تبعي. اكيد اكيد عمي، بس انا قصدك بخدمه، بدي اعرف مين حرق البوايكيه. قصدك ايه؟ الشغيله شافوه بس ما قدروا يمسكوه لانه هرب بسرعه والنار لبت. خبر الكركوك. لك يا عمي، إذا خبرت الكركون رح ياخذ احتياطاته ورح يفلت مني. ماشي، أنا شو بقدر ساعدك؟ ما بقصر. ما بتقصر عمي. يا الله بخاطرك. بأمان الله. يا الله يا الله. فالحمد لله رب العالمين عاني وقدرت صلح البوايكي. وجبت بضاعة جديدة من التجار؟ جبنا بس مو قد اللي كانوا عندي. شوي شوي الله بيكرمك وبصير عندك بضاعة أكثر من اللي كانت إن شاء الله. بإذن رب العالمين. شراب شاي عمي صياح، شراب. عمي بصراحة أنا خجلان منك مشان قصير كتب الكتاب، بس شوفت عينك شو عم بصير معي. عمي ما في داعي تبرر. معناتها من بعد إذنك اليوم بعد صلاة العشاء بتجيب الشيخ وبنكتب الكتاب. تكلنا على الله. لا إله إلا الله. واتفقنا يجي مع الشيخ مشان نكتب الكتاب. الله يتمم هالجوازة على خير وما تصير لها شيء قصة توقف كتب الكتاب. لا إن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. يا أبي أنا مالي مرتاحة، حاسة إنه هالخطبة ما رح تتم على خير. تفائلي يا أبي، تفائلي. الله يقدم يلي فيه الخير يا رب. آمين يا رب العالمين. استغفر الله العلي العظيم. صياح، أهلي عمي صياح، خير؟ شوفي مختار، أنا جاي لعندك وأصدق بخدمة. إن شاء الله ما منقصر. تفضل تفضل. يا رب. يلا 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 يلا. شرف. فوت يا أبي، فوت صياح. سعدو. هلا مختار. كنت بالسوق وجبت لك شار، خود البسه. ليش عذبت حالك؟ ما في داعي يا مختار. ولو يا سعدو، انت مثل ابني، البسه مشان اذا مو ظابط رجع لك اياه. ايه ليش لا؟ شلون مختار؟
انا بشو قصرت عليك حتى عم تنزل عم تسرق بيوت الناس؟ انا ما نزلت سرقت بيوت حدا يا مختار. شو هالحكي؟ بلا انا كنت فركش جواز بنتك المستوره. ليش يعني انت حرقت البواكي؟ ايه انا اللي حرقت البواكي، وانا لسه بدي احرق لهذا البني ادم، بدي اقتل امه وانا اللي قتلت ابوك، بدي احرق كل عيلتك. هيك اللي حرام بحبها، أفضل حبها لبنت المختار.